عم تقشريني طلعيني طلعيني شبكي دخل مي على مسيرين هاي. طيب انا شو علمتكم فوق؟ ايه سويتها بس ما طلعوا كلهم. طيب انت ترمشيني وقت تكون بالعمق تقليني طلعيني هلا بهذا لا اسعف اسعف فلسطين عن جد بالطرق. وين محمد؟ محمد ما نقدر بس شوفي رجعت لكم خليك عشان المسير لا تشوفي هيك صح خليك على ظهري. شفتي شلون المنظر تحت؟ بس يعني انا اريح لي بلا نظارة. شو انا فتح يعني نحط المنظر. انت غبية شي؟ انا شفت حدا بيقدر بوقت مثلا نظارة. سقينا بعد تحمش على تفوت مي خير الله. جوز ما نزل خليك على ظهرك. وبعدين شغلة ثانية انا عاد عم شوف غواصي عم خاف اخبطهم بزعاقي. لا ما بتخبطيهم. انت بعيدة انت كمان بتروحي بتجيبي تنفخي لحالك بتنفخي ما درتو بتطيري لفوق ما درتو بنفخته ابدا انت اللي عم تتحكمي فيه خليك خليك على ظهرك بس حلو المنظر تحت صح؟ حلو بس هي الزعانف مثل الخريط ليشك معوجه؟ بيسون انت اللي ما بعرف شو صاير لا مو مينا ليكي ليكي شلون معوجه؟ مثل الزعانف بالسمك ليكي عند الدرج يارا 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 يطلع من دون زعانف والله اريحني من دون زعانف شو كل حد يسمعي وحشتني يا اخي ايش كذا كذا سلام فواز جميله شو اخبارك ايش مسوي تفرح حدا والله كل هالذكريات الله الله